بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله وظريفه جدا. بص، اول وصفه هنعمل تندوري الدجاج، تمام؟ حلوه جدا، تتبيله تافهه خالص، شويه مقادير كلها موجوده عندك في المطبخ. بوراك الفراخ هنعمل التتبيله الحلوه دي وتحطيها في الفرن، ربنا يوفقها وتتشوي والغدا يخلص على طول، وسهله وحلوه وزي الاكل بتاع بره، تمام. الوصفه الثانيه هنعمل مخبوزات الكاليزون، تمام. هي وصفه طلياني كده حلوه قوي، بالعجينه والحشوه، حلوه وسهله، تنفع في المدرسه، تنفع في العشاء، خطيره. واخر حاجه هنعمل الكريم كراميل اللي اتطلب مني كتير جدا، واحنا طبعا بيجي لنا تليفونات واحنا مع بعض على الهواء طلب الكريم كراميل، فانا عاملاه مخصوص لكل حبايبنا اللي طلبوه. وصفه سهله جدا الكريم كراميل، مش هياخد ابدا منك اي وقت، ومقاديره برده بسيطه، تكنيك بس كده يعني، شويه تريكات تافهه كده هنقولها بس واحنا بنعمله، هيخليكي تعرفي الحكايه عامله ازاي وبس. خلاص نقول مقادير بقى. اول وصفه تندوري الدجاج. انا معايا اوراك من الفراخ مغسوله كويس وتمام زي الفل، عايزاها تبقى دبابيس بس، عايزاها تبقى صدور بس، فرخه كامله في جميع القطعيات والاحجام والاشكال بتاعت الفراخ هتنفع، حتى لو الفراخ تبقى مسحابه خالص من غير عظم براحتكم. ايه بقى التتبيله التندوري بقى دي؟ هي طبعا تتبيله هندي، تمام. عباره عن ايه؟ معايا كوبايه زبادي، ده اللي انا هقوله ده لمقادير كيلو الفراخ، اوكي. كوبايه زبادي، عليها معلقه كبيره ممسوحه من الكمون، معلقه كبيره ممسوحه من الكركم، تمام، ومعلقه كبيره برده ممسوحه من البابريكا، معلقه كبيره ممسوحه من الكزبره الناشفه، وبرده معلقه كبيره ممسوحه من الجراماسلا. الجراماسلا دي توابل هندي طبعا، مجموعه توابل كده مع بعض، هتلاقيها عند العطار، هتلاقيها في السوبر ماركت متوفره وموجوده ومش غاليه وعاديه جدا اصلا. تجيبيها عندك في البيت كده تحطيها مع التوابل، بتفرق، تفرق مع الرز ومع تتبيلات فراخ كتير ووصفات هندي بالهبل كلها فيها الجراماسلا، حلوه يعني، مجموعه توابل حلوه قوي. وهحتاج كمان ثوم مفروم، تقريبا فصين ثلاثه من الثوم المفروم، عصير ليمونه كبيره او معلقه كبيره كده حلوه من عصير الليمون، ومعايا كمان حمص مطحون. دي حاجه كده اوبشن يعني، ده في موجود في الوصفه، لكن لو مش متوفر عندك مفيش مشكله. الحمص العادي خالص ده ياخد له كده كام ضربه في الكبه فيبقى مفروم كده وبودره زي التوابل بالظبط، تمام. وطبعا ملح وفلفل اسود وبس. خلاص هي دي كده مقادير التتبيله الحلوه جدا بتاعه التندوري. عايزه اجيب بقى هنا كده بوله كبيره هنا كده، بولة تقيلة ولا انا اللي صحتي راحت مش قادرة اشيلها؟ خلاص بقى عجزت. هناخد الزبادي حطه كده، ونحط بقى كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، الكمون والكزبرة والكركم والجراماسلا والبابريكا والحمص المطحون، نحط كل الكلام اللي احنا قلناه ده. ده شكل الحمص المطحون كده، هو ده، والثوم كده، ملح وفلفل وفلفل، ومعايا كمان ليمون معلقه كبيره كده حلوه بس كده، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. بصوا يا جماعه مفيش اسهل من كده. وتسيبي الفراخ في التتبيله. ممكن تعملي الحكايه دي الصبح مثلا لو نازله رايحه الشغل او نازله وراكي اي مشوار، خلاص بقى العيال رايحين المدارس، ممكن تحبي تنزلي تفطري مع اصحابك كده ولا حاجه، تقعدي في حته ولا حاجه، تقومي متبله الفراخ دي وترجعي تحطيها في الفرن بس تتشوي، وتبقي خلصت لهم الغدا مع شويه رز ولا مكرونه اي حاجه، يبقى خطير. ادي الاوراك اهي، نحطها تدخل في التتبيله الحلوه دي بتاعه التندوري. كل طبعا ما تسيبيها في التتبيله شويه كل ما يبقى افضل. وهجيب صينيه بقى فرن علشان نطلع الوراك ونرصها في صينية الفرن، وتدخل فرن سخن درجة حرارة 200
تقريبا ساعة الا ربع بالكتير هتلاقي الاوراق دي كلها اتشاوت وبقت حلوة جدا ومش محتاجة ابدا اي حاجة تانية، وتطلعيها وتاكلوها بالهنا والشفا زي الحلوة الخطيرة اللي احنا عملنا لها هناك دي. المخرجة بتاعتنا الخطيرة برضو سمورة هتجيبها لنا، هاتيها لنا لو سمحت يا سمر. ايوه تجنن يا جماعة، تندوري اهو اهو، وسهلة سهلة سهلة اخر حاجة. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها باذن الله. زي ما قلت لكم بقى شويه رز بسمتي اصفر، رز بالمكسرات مثلا ولا حاجه، او شويه سلطات وعيش، بصي براحتك، مع حبه بطاطس محمره ظريفه، وهتبقي خلصتي الغدا وشلتي الحمل اللي انا عارفاه ده الواحد بيقعد يخطط من بالليل هيتغدى ايه بكره، ومحدش حاسس بينا احنا، بس يا عيني علينا نقعد نفكر هنعمل ايه، عشان عارفين ده مسؤوليتنا وعايزين ننجز الغدا وعلى على قلبنا قوي ودماغنا. هعمل لهم بقى الحكايه دي دلوقتي. ان شاء الله تعجبكم. هنروح فاصل الم اشيائي دي كلها ونرجع نعمل مخبوزات الكاليزون، سهله جدا وخطيره. خليكم معانا بعد الفاصل. هنعمل دلوقتي الكاليزون، عجينه سهله جدا مقاديرها بسيطه خالص وخطيره. ايه بقى معايا؟ 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق اللي معايا دقيق مخبوزات قوي، مكتوب عليه كده مخبوزات او مكتوب عليه بيتزا، تمام، علشان هتفرق جدا في نجاح العجينه. ومعايا معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره، ومعلقه او معلقتين كبار من الزيت، اي زيت، زيت زيتون او زيت ذره هينفع، هيبقى حلو جدا، ومية دافية للعجن وبس خلاص. مقادير بسيطة جدا للعجينة. طب هنشكلها بقى ونعملها ونحشيها. ايه الحشوة؟ معايا جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر مبشورة، جبنة رومي، هنحتاج بيضة كده نضربها ونحط ندهنها على العجينة من فوق، ومعايا شوية سميد البسبوسة ده، عارفين اللي هو دقيق البسبوسة، هنديلها رشة من فوق هتخليها كده ايه محببة شوية ومقرمشة سنة، بتبقى تحفة وبس خلاص. بصوا مقادير بسيطة جدا وطعمه يا جماعة جميل وشكله كمان حلو قوي، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. هطلع بولة علشان نعجن العجينة. هنحط اول حاجة الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه مخبوزات، رشة ملح، ونضيع الملح كده في الدقيق، ونحط الخميرة، ونحط السكر كده، ومعانا كمان زيت زي ما اتفقنا، زيت اي حاجه بهذا الشكل الظريف كده اهو. هجيب ميه دافيه بقى علشان نعجن بيها العجينه الحلوه دي كده اهو. خليكي مسيطره وانتي بتحطي الميه علشان ما تكترش منك، ويعني ها لو كترت ولا حاجه تقدري تسيطري برضو برش الدقيق والدنيا هتظبط يعني كده. عايزين العجينه ما تبقاش ناشفه، يعني تكون كده ايه بتلزق سنه صغيره، ملمومه بس بتلزق سنه صغيره، ده بيبقى احلى، غير لما العجينه تبقى ناشفه معاكي. يعني بصوا دي ناشفه، ناخد لها شويه ماء صغيرين كده. ايوه هو ده كده المظبوط، ونفضل بقى ايه نعجن فيها نعجن فيها 3-4 دقايق عشان تديكي نتيجه كده محترمه والعجينه تبقى طريه معاكي وناجحه، تمام. زي ما اتفقنا هنفضل نعجن فيها 2-3 كده عجن متواصل. هجيب بقى العجينه اللي خمرانه معايا، لان طبعا دي فيها خميره محتاجه تخمر كده نص ساعه، ساعه الا ربع هتلاقي شكلها اختلف اهي. نجيب القرمه كمان بتاعت العجين بالمره، نشيل الدورق الحلو ده، شكرا كده اهو، وسع مكان، ونفرد العجينه على القرمه. هحتاج رش الدقيق بس كده،
تعالي يا عجينة يا حلوة يا خطيرة. وده كده الله اهو. بس بقى جمالها خطيرة. افردها كده ونفردها كده برضو. هنعملها شكلها هيبقى شبه القطايف كده، فاهمين قصدي؟ بس كبيرة شبه القطايف قوي كده بالشكل الحلو ده. نفردها وزي ما قلت لكم بقى معايا جبن، جبنه موتزاريلا. هنحط اي جبن احنا عايزينها في نص واحد بس من الايه اللي هي في النص ده، عشان اوريكم وانا بقفلها كده اهو. جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر. طبعا انتوا تقدروا تحطوا حشوات تانية كتير، فلفل الوان، لحمه مفرومه، بسطرمه، زيتون، زي ما انتوا عايزين. وهنحط كمان جبنه رومي كده بس كده. وهاجي بقى بالعجينه دي اقفلها عليها، فاهمين قصدي؟ زي ما بقول لكم كده تشبه الايه القطايف الكبيره. بعد ما تنيتها كده دخل بس اي حاجه زياده وابتدي بقى ايه اتني العجينه من الاطراف بتاعتها. هاتلنا يا سموره كده، انا بعمل ايه لو سمحتي كده اهو من الجنب كده اهو. بجيب العجينه اللي تحت وادوس عليها على اللي فوق، فاهمين قصدي؟ كده اهو هتقع كده اهو كده علشان نتبت عليها وكمان تعمل لنا شكل حلو للكاليزون الخطير ده. بصوا يا جماعه ده كده شكلها ظريف جدا. على وضعها ده بتنقليها في صينيه فرن، ويبقى معانا بقى الفرشه عشان عايزين ندهنها ببيضه، تمام؟ وبعد ما تدهنيها ببيضه بترشي عليها رشه خفيفه خالص من الايه السميد، سميد البسبوسه. انا هجيب هنا كده بيضه معايا كده بس. البيضة الحلوة دي هنرش عليها رشة ملح وفلفل، ملح وفلفل حاجة خفيفة قوي. هنضربها بالشوكة علشان ندهن بيها الوش بتاع الكاليزون كده اهو. طبعا بعد ما تنقلوها في صينيه، صينيه فرن كده بهذا الشكل الظريف. ومعانا بقى سكينه عايزين نفتح فتحات كده مثلا كده في العجينه نفسها عشان تعمل لنا شكل ايه حلو بعد ما تستوي. شويه الفتحات دي والسميد بتاع البسبوسه اهو، سميد البسبوسه هنرش كده عليها من فوق. وفرن سخن درجه حراره 180. هندخل الفطيره الحلوه دي في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا 30 دقيقه. هتلاقي شكلها اختلف خالص واستوت ولونت، والجبن بقى جوه سايحه وفظيعه، وتبقى شبه الحلوه اللي جابتها لنا سموره دي. خلصت وتجنن. قطعيها بقى بالسكينه وتتاكل فظيعه. ممكن كمان ايه نغمس بيها بقى جبنه كريمي او جبنه فتة، جبنه براميلي، تاكليها از ساندوتش كده زي حسب بقى الحشوات اللي انت حطاها جوه، هتلاقيها تحفه جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنطلع فاصل
الم الحاجات دي ونيجي نعمل بقى الكريم كراميل تك 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 كده، سهل جدا وطعمه خطير. خليكم معانا بعد الفاصل، سوف اعود ان شاء الله. نعمل دلوقتي الكريم كراميل، وصفة سهلة جدا وفظيعة. عشان انجز وقت حطيت اللبن على النار، عايز اشرح لكم بقى هو ايه. سهل جدا، محتاج بس كده كام تريك تعرفوها علشان يظبط معاكم. ايه بقى؟ انا معايا 6 بيضات، تمام؟ 6 بيضات وصفار بيضة، حلو كده؟ 6 بيضات كاملين عليهم 1 صفار بيضة، ده كده اول حاجة. ومعاهم كمان معلقة كبيرة حلوة كده من الفانيليا، فانيليا سايلة أو فانيليا بودرة. لو فانيليا بودرة هنحط 2 كيسين ويمكن 3 كمان من الأكياس اللي هي الصغيرة دي علشان البيض. لو الفانيليا السايلة بتبقى نكهتها أقوى وتأثيرها أقوى، فنحط معلقة كبيرة كده محترمة علشان البيض ده كله، تمام؟ محتاجة كمان 2 كوب من السكر، 2 يعني تلت وتلت، والتلت كوب ده يعني ربع كوباية عليها معلقة كبيرة، تمام؟ 2 كوب من السكر علشان الكريم كراميل. ومعايا كمان 1 كوباية من السكر الابيض العادي خالص علشان هنكرمله ونعمل الكراميل في الطاسه مع الكريم كراميل بقى، فهمتوا كده الحكايه كلها؟ وطبعا معايا لتر من اللبن، لتر من اللبن يعني 4 كوبايات كبار من اللبن. اول حاجه بنعملها بنحط اللبن على النار زي ما انتم شايفين، لتر لبن لازم يكون سخن كده، تمام؟ هعمل ايه؟ هحط فيه السكر اللي هو 2 كوباية سكر كده اهو، لتر لبن عليه 2 كوباية سكر، واللبن يكون سخن وبيغلي كده زي ما انتوا شايفين، اتفقنا؟ اهو كده بهذا الشكل الظريف. عايزه اشيله بقى من على النار خالص هنا كده عشان نبتدي بقيه المكونات. عايزه كمان اعمل كراميل، فانا معايا الطاسه اهي هنحط فيها سكر علشان نكرمله ونحط منه في القوالب بتاعه الكريم كراميل كده اهو، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. هسيبها شويه واتابعها. نيجي بقى للبيض، ال6 بيضات والبيض صفار البيضه والفانيليا. هجيب لهم بوله هنا كده ونحط ال6 بيضات عليهم صفار بيضه، 6 بيضات عليهم صفار بيضة وعليهم الفانيليا زي ما انتم شايفين كده، وهم ايه ضربة الكلام ده كله بالمضرب كده كويس قوي، تمام؟ وعناية على السكر اللي انا حطاه يتكرمل في الطاسة، تمام؟ بضرب 6 بيضات معهم صفار بيضة ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة وغلية لبن، لتر من اللبن الحليب يعني 4 كوبايات كبار من اللبن الحليب، واول ما غلي نزلت عليه وقلبته ب2 كوباية من السكر، تمام؟ وقلبتهم كويس. بعد ما ضربت البيض ده كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ انزل باللبن على الصفار دوت حبه صغيرين كده بجركن ولا حاجه ولا ميجر اي حاجه. انا معايا الميجر ده هنا اهو، محتاجة أحط اللبن فيه علشان أبتدي أنزله واحدة واحدة مع البيض. أنا هعمل كده دلوقتي حالا، هناخد اللبن أحطه هنا كده عشان أقدر أتحكم فيه بدل الحلة. شكرا يا حلة. وبالمضرب السلك ضروري بقى نحط اللبن بالراحة، بصوا كده صرصوب خفيف ونقلب. خلي بالكم لان اللبن سخن والايه وصفار البيض والبيض اللي احنا حاطينه لو دلقنا اللبن كله هيستوي، خلوا بالكم. زي ما انا عامله كده بالظبط، هتفضلوا بقى تعملوا كده
بنحط الايه اللبن السخن بالتدريج على الست بيضات مع صفار البيضة والفانيليا كده 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 بالشكل ده لغاية ما تخلصي ايه كمية اللبن كلها. هي دي الحرفنة بقى بتاعت الكريم كراميل، بس عشان يطلع معاكي مظبوط وهو مستوي ما تلاقيهوش مكتل كده من البيض، فاهمين قصدي؟ احنا بصوا صرصوب خالص رفيع جدا من اللبن المغلي مع استمرار التقليب كده اهو. بس كده احنا حطينا الكمية كلها ومية مية، نشيلها هنا على جنب. ومعانا هنا السكر، اخبارك ايه يا سكر؟ عايزينه كده ايه يتكرمل علشان هو اول حاجة هنحطها في القلب. طيب معايا بقى صينية، مثلا اي صينية تكون يعني الحواف بتاعتها عالية زي ما انتوا شايفين كده. تمام حاضر، حطها لكم اهي يا جماعة. تمام معانا قوالب الكريم كراميل بتتباع في السوبر ماركت، مش غالية خالص اهم، هنحطهم هنا كده عليهم بالشكل ده. ايوه، وحواف الصينيه دي زي ما قلت لكم تكون عاليه، دي حاجه مهمه جدا علشان هنملاها ميه، لانه هيستوي ايه في ميه يعني على حمام ميه زي ما بيقولوا بالظبط. تمام، انا عايزه السكر هنا يسيح عشان يعمل لنا الكراميل اهو، ابتدى يسيح اهو. اول ما يسيح اول حاجه هحطها على طول في القوالب، بصوا كده شوية شوية هتلاقوه ساح وداب معاكو اهو كده اهو. جميل على فكرة يا جماعة وسهل، ما تفتكروش ابدا هو حوار وبتاع وناكله من بره احسن، لا ده هو تافه جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهوش ابدا اي حاجة. التريك بس اللي تخلوا بالكم منها غير طبعا المقادير بالظبط، ان اللبن السخن واحنا بنحطه على البيض اللي احنا ضربناه والفانيليا زي ما انا عملت بالظبط. السكر يسيح هيسيح ويعمل لنا كراميل حالا كده اهو. ممكن كمان بدل ما تعملوا قوالب صغيرة من الألمنيوم فويل اللي احنا جايبينها دي، ممكن تعملوا قالب كبير، صينية مثلا بايركس شفافة كده هتبقى حلوة قوي، أو الصينية البايركس بتاع البسبوسة برضو بتبقى جميلة قوي. اهو السكر اهو ابتدى يسيح كده، عايزة ما شوفش خالص كل تكتلات السكر دي، هنلاقيها ساحت دلوقتي كده اهو، ولا هنحط لها كريمة ولا هنحط لها مية ولا حاجة خالص، هي بس كده تسيح هتبقى خطيرة اهو. نتأكد ان السكر كله ساح وراح مطرح ما راح بقى كده اهو. استمري كده في التقليب علشان ما يغمقش قوي كده. خلاص يا جماعه بصوا اللون ده هو ده لون الكراميل اللطيف، هناخده ونبتدي نحط بقى في القوالب دي حبه كده صغيرين نغطي بيها القالب كده زي ما انتوا شايفين الأرضية بتاعته كده اهو. بس كده تمام، ونيجي بقى للايه لللبن بالبيض اللي احنا ضربناه مع بعض ده، ناخد كده بالكبشة ونحط فوق الكراميل كده اهو. احنا المفروض طبعا نستنى شويه على الكراميل ده يمسك سنه دقيقه، انا مش قادره اعمل ده عشان الوقت، وتقوموا حاطين الكراميل عليها كده من فوق، فانتوا ارجوكوا اعملوا كده، استنوا شويه على الكراميل ده يمسك شويه صغيرين بس دقيقه او دقيقتين وهو بيمسك هوا ما بياخدش وقت، وتقوموا صبين عليه الايه خليط الكريم كراميل اللي احنا عاملينه، لانه بصوا عشان هو ده سخن وده سخن فبيطلعوا لفوق، فارجوكوا اصبروا شويه اهو. الاخيره دي اكتر واحده فيهم ايه
قعدت سنه صغيره عشان اتاخرنا عليها سنه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ارجوكم انتوا استنوا في الحكايه دي. وحمام ميه بقى، معانا ميه سخنه هنملى بيها الصينيه اللي احنا حاطينها دي بحيث ان الميه تغطي نص الاكواب بتاعه الكريم كراميل، نص الكوب لغايه نصه كده. وفرن سخن درجه حراره 160 170 مش اكتر من كده، في الرف اللي في النص لمده ساعه الا ربع في القوالب الصغيره دي، ساعه الا ربع هتلاقي وشها جامد وبقت ظريفه جدا. تطلعيها تحطيها تهدى شويه، بعدين تدخليها الثلاجه، وبعدين بقى ايه توسعي كده بالسكينه وتقلبي الكريم كراميل وبس. لو هتعملوه في القالب الكبير مش في الصغيرين دولت، القالب كله على بعضه هيتعمل فيه نفس الحكايه بنفس درجه حراره الفرن اللي هي 160 او 170، بس هيقعد تقريبا ساعه ونص، ما تقلقوش. فاهمين قصدي؟ وبيخلص وبيتقلب بقى وهو ساقع، ضروري يكون ساقع، هتلاقوه خطير. احنا معانا كده ايه فراوله بقى مثلا لو تحبوا، شوفوا انتوا بقى براحتكم خالص تزينوا بقى ايه الكريم كراميل الخطير ده، هيعجب الولاد جدا وسهل قوي قوي يا جماعه. يا رب اكون عرفت اشرحه كويس وعرفتوا كل التريكات بتاعته، عشان انتوا بنفسكم ضروري تعملوه وتشوفوا قد ايه خطير. اخر فاره وبلايه، احنا كمان معانا ورق نعناع، نحط ورق نعناع علشان ايه اللون الاخضر يبقى حلو قوي مع الكريم كراميل والحاجات كلها اصلا. اللون الاخضر كده احلى لون. احنا يا جماعه خلصنا الحلقه. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. عملنا ايه بقى؟ عملنا اول وصفه الفراخ التندوري، وصفه سهله جدا وخطيره. انا هشرح وانا بزين لسه. وصفه سهله جدا وخطيره للفراخ التندوري، مشويه بتتبيله بسيطه، تقدري تعمليها على طول وتتغدوا بالهنا والشفا. الوصفه الثانيه عملنا مع بعض الكاليزون، عجينه سهله قوي تشبه عجينه البيتزا، يعني قريبه جدا من نفس المقادير وسهله خالص، مش هتاخد منك برضو اي وقت. وحشيناها جبن، تقدري تغيري في الحشوه براحتك وتحطي كل الحشوات اللي انت عايزاها في الحياه هتنفع. واخر حاجه الكريم كراميل الخطير اللي احنا عملناه مع بعض ده، يا رب يكون عجبكم ويكون سهل ان شاء الله تجربوه بنفسكم في البيت. انا بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا. تابعوني يوميا الساعه 1 على قناه النهار، وبنبقى يوم السبت والحد والاثنين مع بعض على الهوا، بستنى تليفوناتكم وكل طلباتكم بنعملها علشان تجربوها بنفسكم. بحبكم قوي، باي باي.